حتة ان النسيان في رمضان رخصة وفي غير رمضان ما هوش رخصة، دي تقريبا بوظت صيام من ناس كتيرة. ركزوا معايا في اللي انا هقوله لكم ده كويس. انا في يوم من الايام كنت صايمة صيام تطوع، فكانت واقفة جنبي واحدة من صحابي وكانت عارفة ان انا صايمة وكده، فانا غصب عني نسيت وشربت. راحت قايلة لي انت خلاص كده فطرتي وما عادش ينفع تكملي صيام. قلت لها ليه، هو مش المفروض انا ناسية والمفروض ان النسيان ده رخصة؟ راحت قايلة لي لا، ده النسيان ده رخصة في رمضان بس، لكن في صيام التطوع لو نسيتي وكلتي او شربتي انت خلاص فطرتي. فانا بقى حاولت اتاكد واسال مثلا كذا حد من صحابي، فلقيتهم بيقولوا نفس الحاجه، لقيتهم بيقولوا ان الصيام ده رخصه في رمضان بس، لكن في صيام التطوع او النافله لو نسيتي وشربتي خلاص انت كده فطرتي. فانا رحت وبحثت واكتشفت ان كلامهم كله غلط، وان النسيان زي ما هو رخصه في صيام الفريضه هو كمان رخصه في صيام التطوع. يعني بالبلدي كده، لو انت نسيت وشربت او كلت في رمضان كمل صيامك عادي، ولو انت نسيت وشربت وكلت برضه في غير رمضان في صيام تطوع، صيام نافلة صيام سنة، برضو كمل صيامك عادي. فحتة بقى ان انت لو نسيت وكلت وشربت وانت صايم صيام تطوع بوظت صيام ناس كتير قوي. مثلا واحد صايم صيام تطوع ومثلا نسي وشرب او كل، يقولك لا خلاص انا كده فطرت وبيضيع عليه اجر اليوم وبس كده. اتمنى اكون فدتكم باي معلومة، وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب.